أولا من يقول في مصر بيقول إنه خيار للشعب السوري، هل الشعب السوري اختار قيادته بانتخابات حرة ولا بعد ما قتل 2 مليون من شعبه وهجر 7 مليون؟ هل الخيار الشعبي اللي امبارح بدرعة قاعدين بقتلوا الشعب، بقتلوا أهل درعة وبيذبحوهم وبقتلوا العائلات كاملة وأسر كاملة في سوريا، هل هناك ثقة من الشعب السوري بهذه النظام اللي دموي والذي كل من يمد إليه فهو دموي؟ ولذلك من يقول من مصر إنه هذا خطأ كبير، من قال أن هذا خطأ ارتكبه لأنه مارسوا؟ أمن يقول إسلام ما إسلام؟ المسلمين عمرهم والنظام الإسلامي لو جاء ليحكم ما بريق الدماء ولا بزق الأرواح كما تم في مصر وغير مصر وكذا. العقول الاستعمارية وجحوش الاستعمار يجب أن نتخلص منهم اليوم. هذا شعب يجب أن يتحرر ابتداء ويكون له إرادة وعزيمة. اليوم سوريا ليس لها سيادة، الآن روسيا التي تتحرك وإيران هي التي تتحرك، والقوات الروسية هي التي أنهت وفاوضت أهل درعا، والقوات الإيرانية على الحدود الأردنية، وحزب الله كان على الحدود الأردنية وكان يهدد الحدود الأردنية. من قال أن هناك قرار عربي إجماعي لمصلحة الأمة؟ نحن مع وحدة الأمة العربية ونحن مع شعبنا وأهلنا في سوريا ونفديه بالمهج والأرواح، لكنني أعتقد أن الجميع مقصر وأن سوريا يجب أن تعود لساحتها صحيح شعبها. نحن نتصالح مع الشعب ولا نتصالح مع النظام، والأيام القادمة سيدتي لكن ستصالح، اسمح لي، يعني حتى ضيفي من القاهرة الأمريكا تلعب لعبة قذرة. نعم. تلعب لعبة قذرة. نعم. تلعب لعبة قذرة في المنطقة وستغير المنطقة بمكملها. لكن حتى ضيفي من القاهرة أشار إلى أن هذا المسار يريد إخراج الجيوش المحتلة لسوريا وهذه القوى الإقليمية الموجودة في سوريا. مع احترامي له يا سيدتي، هاي روسيا يطلعوها، احنا رحنا فاوضنا روسيا. روسيا امبارح القوات الروسية كانت في درعا هي التي فاوضت، وبشار الرئيس الروسي عندما جاء إلى سوريا في طرطوس من أطرطوس كان بشار الأسد يمشي وراه وكأنه لا يملك من أمره شيء، وأن الوضع في سوريا أمنيا وسياسيا واقتصاديا ساقط، وبالتالي لا يمكن إلا تبقى القوات الإيرانية والروسية موجودة. الطريق الوحيد إنه لو قصر النظام العربي بالوقوف مع قضيتهم، مد النظام ودعم النظام في هذه المسألة، وبالتالي نحن من واجبنا كشعوب أن لا نبقى مستعمرين لعقول الأنظمة التي تحكمنا. هذه أنظمة اليوم ارتبطت بالمخابرات. يعني هناك من يتخوف أو من يتوقع بأننا سنسمع في الفترة ولا المقبلة ما شعوب ولا مقهورة الشعوب. نعم، الشعوب ست مقهورة. أستاذ صالح، يعني هل يمكن أن نرى رغم كل ما تشير إليه في المستقبل زيارة للرئيس السوري في الأردن، يستقبله الرئيس الأردني في قصر رغدان؟ مش وارد، لا أعتقد أنه ستتم الزيارة. هذه زي ما قلت لك مناظر خلهيك، بروتوكولات سياسية مغطاة في جانب اقتصادي، لكن المطبخ السياسي الأمريكي والاستخبارات الأمريكية في المنطقة هي التي تخطط على استهداف إيران، استهداف حزب الله، استهداف المنطقة، تضييق على أهلنا وشعبنا في لبنان، التضييق على الأردن، منع المساعدات. إحنا بكرامتنا الأردنيين أهم من كل أموال أمريكا، وبالتالي اتفاقية الغاز نحن من عارضها. اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني بجوز يمرر اتفاقية الغاز اللي وقعنا عليها يمرروها لأخواننا وأهلنا من خلال الخط السوري المعطل الآن. ولذلك أنا قناعتي الكاملة سيدتي وأقولها وأجري على الله أن التعامل مع النظام في وضعه لن، وبعدين بده يصفي حساباته النظام. إحنا في الأردن كان موقف شجاع، موقف رسمي وموقف حكومي، موقف شعبي، واستقبلنا أهلنا في المخيمات ولا زال نستقبلهم ونعتبرهم أهلنا ونمد لهم يد المساعدة ونعتبرهم جزء لا يتجزأ. نعم.
وبالتالي نحن ضد النظام، نحن نستهدف أننا ضد النظام السوري الذي قتل وقمع وذبح في ظل صمت العالم المجنون، طيب. في ظل سكت الأمم المتحدة، في ظل سكت المجلس الأمن الذي ما ارتكبوا إخلال بالسلم والأمن العالميين في منطقتنا.